بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. إن شاء الله موعدنا مع درس جديد من دروس مادة العلوم الصف الثالث الابتدائي، وهو درس بعنوان المخلوقات الحية تغير بيئاتها. درسنا في السابق المخلوقات الحية، عرفنا أن جميع المخلوقات الحية تحتاج إلى الماء والهواء والغذاء ومكان تعيش فيه، ضوء الشمس، التربة، والكثير من الأشياء التي تحتاجها المخلوقات الحية. لتحصل هذه المخلوقات الحية على ما تحتاجه لتعيش، يجب أن تغير في المكان الذي تعيش فيه. مثال مع النشاط الأول، نرتدي قفازين ونحضر تربة رطبة، نضعها في علبة بلاستيكية مع بعض الحصى، ونضع عليها بعض أوراق الأشجار. ثم نضع ديدان أرضية، الديدان من المخلوقات الحية وهي تعيش داخل التربة. فبذلك نكون هيأنا تربة رطبة تعيش فيها الديدان الأرضية وتتخذها مأوى أو موطن تعيش فيه. مع وجود الغذاء أوراق الأشجار، تبدأ الديدان الأرضية في الحياة داخل العلبة لتتغذى على أوراق الأشجار. إذن أول تغير حصل لهذه الأوراق أنها تتحلل نتيجة أن الديدان الأرضية أكلتها. ثانيا، التربة نفسها تتغير لأن الديدان تحفر فيها أثناء تحركها داخل التربة. إذن الديدان تغير بيئاتها، وكذلك جميع المخلوقات الحية مثل العنكبوت أو العصافير أو الطيور. فالعنكبوت مثلا ينسج شباكه ليصطاد الحشرات في أي مكان مهجور أو مكان لا ينظف جيدا، نجد أن في الزوايا والأركان بعض شباك العنكبوت الذي يستخدمها كمأوى له ويصطاد بها الحشرات ليتغذى طبعا. كذلك بعض الطيور تبني الأعشاش على الأشجار لتضع البيض وتربي الصغار. والكثير من المخلوقات الحية التي تغير من البيئة، ومنها البكتيريا والفطريات تحدث تغيرات في البيئة لأنها تحلل النباتات الميتة وتحلل المخلوقات الحية الأخرى الميتة وتحولها إلى أملاح معدنية تختلط مع التربة ليتغذى عليها النبات فيما بعد. إذن جميع المخلوقات الحية تحتاج إلى موارد، فحاجات المخلوقات الحية نسميها موارد، وهي الغذاء والماء والهواء والمكان وضوء الشمس والمأوى، وكل هذه الأشياء نسميها موارد. نسميها موارد، وجميع المخلوقات الحية تحتاج إلى الموارد. إذن هل الحيوانات فقط هي التي تغير المكان الذي تعيش فيه؟ طبعا لا، لأن النبات مخلوق حي ويساعد في تغيير البيئة التي يعيش فيها. مثال هذه الصورة، هنا في هذا المكان لا يوجد أي نباتات، بعض غير هذه الحشائش الصغيرة فقط. عند وضع بعض البذور في هذا المكان أو محاولة زراعة بعض النباتات في هذا المكان، نجد أنه تنمو بعض الأشجار الصغيرة أو النباتات الصغيرة في المكان، مما يعطي فرصة لبعض الحيوانات الصغيرة ومنها السحلية وهذه الفراشات وهذا الحلزون إنها تعيش في المكان، لأنها وجدت المأوى ووجدت الغذاء تتغذى على ورق الأشجار ووجدت المكان المناسب. إذا هذه النباتات أعطت الفرصة لكثير من الحشرات والمخلوقات الحية الصغيرة أنها تعيش فيها، وكلما تنمو هذه النباتات وتصبح أكبر يعيش فيها مخلوقات حية أكبر. مع نمو النبات في الصورة الثالثة هنا، مع نمو النباتات تزيد الحيوانات التي تعيش بالقرب منها. عندنا العصفور، عندنا هنا في الفأر، وعندنا هنا إيه الضفدع، وما زالت بعض الحشرات والفراشات موجودة. نلاحظ أن في الصورة الأخيرة، الصورة رقم 4، نمو شجرة كبيرة، ومع كبر الشجرة تأتي حيوانات أكبر لتستظل فيها وتعيش عندها، مثل عندنا الغزال وعندنا الأرنب ويوجد سنجاب آخر هنا. كذلك يصنع هذا العصفور عش على شجرة إلى جانب أيضا الحشرات وبعض المخلوقات الحية الأخرى. ولكن نلاحظ شيء غريب في هذا في هذه الأربع صور. أولا، الصورة الأولى كانت تقريبا كل النباتات موجودة متساوية في الحجم في الطول في كل شيء. هنا أصبح عندنا حوالي 3 أو 4 نباتات صغيرة
في هذه الصورة ما زال موجود معنا 3 أو 4 نباتات وكلها تنمو بانتظام، إنما في هذه الصورة يوجد شجرة واحدة كبيرة فقط. إذن فأين ذهبت باقي الأشجار؟ الاحتمال الأول أنها تكون أكلتها هذه الحشرات، أو أكلها هذا الغزال، أو أكلها هذا الأرنب، تمام؟ ولكن إذا أكلها الأرنب أو الغزال تنمو مرة أخرى، إنما هنا لا يوجد. ماذا حدث؟ حدث تنافس. فما هو التنافس؟ التنافس هو استخدام أكثر من مخلوق حي للمورد في الوقت نفسه. ما المورد المتاح هنا لجميع الأشجار والنباتات؟ أولاً الماء الموجود في التربة، العناصر الغذائية أو الأملاح المعدنية الموجودة في التربة تتنافس عليها جذور النباتات، والجذر الأقوى يمتص أكبر كمية من الماء، مما يضعف الأخرى، مما يضعف الأخرى، يعني النباتات الأخرى، هنا كان في نبات وهنا نبات وهنا نبات، كلها أصبحت ضعيفة، أصبحت ضعيفة، ومع ضعف النباتات تبدأ تذبل وتموت. ومما أثر عليها أيضا منع ضوء الشمس عنها، هذه الشجرة عندما كبرت تحجب ضوء الشمس عن النباتات المحيطة بها هنا أسفل، فضوء الشمس لا يستطيع أن يصل إلى هذه النباتات، إذن منعت عنها الماء ومنعت ضوء الشمس، فتؤدي إلى موت النباتات الصغيرة، والشجرة الكبيرة هي التي تنمو أكبر، وحدث ذلك تنافس. نفس الشيء يحدث بين الحيوانات، إذا كان عندنا مثلا مجموعة من الغزلان نقول 10، وعندنا بعض العشب البسيط الذي لا يكفي إلا مثلا 3 أو 4، يحدث تنافس بين الغزلان على العشب، والأقوى هو الذي يستطيع أن يحصل على الطعام أو الغذاء، وهكذا. إذا كان عندنا مثلا مجموعة من الأسود، 10 أسود مثلا، وعندنا غزالة واحدة، أقوى غزال، أقوى أسد هو الذي يستطيع أن يأكل أولا. ولذلك نراها في بعض الفيديوهات على اليوتيوب، لو عندنا أسد وعندنا نمر وعندنا ضبع أو بعض المخلوقات الحية الأخرى التي تأكل اللحوم، الأسد يبدأ أولا، ثم باقي الحيوانات، بعد أن يأكل وينتهي منها ويرحل تأتي هذه الحيوانات الأخرى الضعيفة. لماذا؟ لأنه يوجد تنافس، لأنها كلها تحتاج إلى نفس النوع من الغذاء، وكذلك يوجد تنافس على الماء كما حدث مع جذور النباتات. إذن التنافس هو استخدام أكثر من مخلوق حي للمورد نفسه. كيف يحدث الإنسان تغيرا في البيئة؟ الإنسان هو أكثر المخلوقات الحية تغييرا في البيئة، ولكن ليس كل هذه التغييرات تكون نافعة للبيئة، فالإنسان يحتاج إلى بعض المواد التي يأخذها من البيئة ثم يضر بها هذه البيئة. بداية التلوث، وهو إدخال مواد ضارة إلى الماء أو الهواء أو التربة. نجد مثلا هنا على الشواطئ توجد بعض النفايات نتيجة رميها في البحار، ومع تدفق الأمواج يرميها البحر على الشاطئ، ثم نجد هذه النتيجة. ويحدث أحيانا في البر، عندما يجلس بعض الناس في البر بعد الانتهاء في نهاية اليوم لا ينظف أماكن، أو لا يجمع النفايات، أو لا يجمع القمامة وضعها في المكان المخصص، تكون النتيجة أن تحولت المكان من مكان جميل إلى مكان مليء بالنفايات، وهذا يسمى تلوث للتربة. كذلك الهواء، يلوث الهواء بفعل عوادم السيارات، وفعل دخان المصانع، وفعل الحرائق. والماء، الماء برضو بعض الناس ترمي فيها بعض المخلفات، كذلك السفن، بعض المصانع القريبة من مصادر الماء، وهكذا. إذا التلوث معناه إضافة مواد ضارة إلى الماء أو الهواء أو التربة. إزالة الغابات والاحتطاب، إزالة الغابات يكون بهدف الحصول على الأخشاب، فنستخدم نستخدم الأخشاب في عمل الأثاث المنزلي، في عمل الكتب، في عمل كل الأبواب، وهكذا، كلها تحتاج إلى الخشب. ولكن المشكلة أن البعض من الناس يذهب إلى الغابة ليقطع جميع الأشجار الموجودة في الغابة، وهذا يؤدي إلى تدمير البيئة التي يعيش فيها معظم الحيوانات في الغابة، تؤدي إلى موت هذه الحيوانات أو هجرتها إلى مكان آخر، وتحول المكان إلى صحراء في المثال الذي نراه هنا في هذه الصورة. عندنا هنا قطع أشجار الطلح، يستطيع الإنسان أن يأخذ شجرة اثنان، ولكن المشكلة أنه يأخذ جميع الأشجار الموجودة ليترك المكان خالي من الأشجار لتموت الحيوانات التي كانت تتخذ هذا المكان مأوى
ولا تجد مأوى أو مكان تعيش فيه، وما يعرضها إلى الانقراض، يعني يعرض الحيوانات للانقراض ويعرض الأشجار إلى الانقراض. كما يسبب قطع الأشجار إلى انجراف التربة، وانجراف التربة معناه تفكك التربة وتطيرها في أماكن أخرى، لأن الأشجار جذور الأشجار تحافظ على النبات، تحافظ على التربة للنبات، تحافظ على التربة للنبات. فالتربة عندما يكون فيها أشجار يكون متماسكة بفعل جذور الأشجار، تكون متماسكة بفعل جذور الأشجار. ومع حدوث السيول والفيضانات، إذا لم توجد هذه الأشجار لتتماسك التربة، تصبح التربة مفككة لتنجرف مع مياه السيول والفيضانات، وتصبح أو تتحرك إلى مكان آخر، وتصبح في النهاية رمال مفككة، ليس التربة يعيش فيها النبات. هنا إحداث التنافس، إذا بداية التلوث، إزالة الغابات والاحتطاب، وإحداث التنافس. التنافس الذي تكلمنا عنه في الصفحة السابقة يحدث بشكل طبيعي في بعض الأماكن، ولكن الإنسان أحيانا يدخل أو يحضر مخلوق حي جديد إلى بيئة لم تكن في هذه المخلوقات الحية. مثال إن أنا لو فيه مكان ولا يوجد فيه أي أسود، أو يوجد فيه فقط مجموعة من الأسود 2 أو 3، أعطي أنا حوالي 10 أسود زيادة. إذا الأسود الزائدة عن المكان هتضطر إلى أكل الغزلان والأرانب والحصان والحمار الوحشي والأفيال والزرافات، لأن طبعا طبيعة أكل الأسود كلها لحوم، تؤدي إلى زيادة استهلاك الحيوانات الأخرى، لأن في البداية كان فيه 2 من الأسود، لما أصبح عندنا زيادة 10 أصبحوا 12. طبعا يزيد استهلاكهم مما يؤدي إلى انقراض الغزلان وانقراض الحمار والحمار والحصان الوحشي والأفيال وهكذا. والعكس، إذا أنا مثلا في مكان فيه 10 غزلان وزودت المكان أنا بعشرة أخرى، يجب أن يكون هناك غذاء يكفي للكل، وإلا يحدث تنافس بين الغزلان على الغذاء اللي هو العشب وهكذا. كذلك في النباتات، عند زراعة نبات لا يوجد في البيئة من قبل يؤدي إلى زيادة تكاثر النبات، مما يجعل هناك تنافس على الغذاء مع النباتات الأخرى، يؤدي إلى موت أحدهم. تمام، إذا إحداث التنافس معناه أن يحضر الإنسان أحد المخلوقات الحية الجديدة على البيئة، يؤدي ذلك إلى ضرر في البيئة بسبب تنافس المخلوق الحي مع غيره من المخلوقات الحية على الموارد، سواء كان حيوان يتغذى على اللحوم، أو حيوان يتغذى على العشب، أو كان نبات نفسه. فزراعة النبات يجب أن تكون عملية محسوبة حتى لا يحدث تنافس. مثال هنا لتنافس بعض النباتات، إن في وادي بيش يوجد بعض النباتات المتسلقة التي تتسلق نخيل الدوم، التي تتسلق نخيل الدوم. طبعا يحدث تنافس على الماء من التربة وعلى ضوء الشمس، يؤدي إلى ضعف النخيل، نرى في الصورة أنه يذبل وأوراقه تكون صفراء، إلى ضعف النخيل وقد يؤدي إلى موته. كيف يمكن للإنسان حماية البيئة؟ طبعا الإنسان مش دايما بيدمر البيئة، ولكن هو بيحاول يعالج البيئة أو يحمي البيئة من الضرر الذي يحدث. وهناك 3 قوانين: الترشيد والتدوير وعدد الاستخدام. الترشيد معناها استهلاك أقل كمية من الشيء، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بعدم الإسراف حتى في الماء عند الوضوء. إذا الترشيد معناه عدم الإسراف، معناه استهلاك أقل كمية من الشيء أيا كان الشيء، هل هو الماء أو الغذاء، وحتى أي شيء يا شباب نستخدمه يجب عدم استهلاكه زيادة عن الحد. الاستهلاك يكون أقل كمية ممكنة لتحقق الغرض المطلوب. وكذلك التدوير، هو معناه صنع منتجات جديدة من مواد أخرى قديمة، معناها أن نجمع مثلا هذه العلب البلاستيكية وأرسلها إلى أحد الجمعيات التي تجمع الكتب القديمة والملابس القديمة والعلب البلاستيكية القديمة، لترسلها إلى المصانع ليعاد تدويرها مرة أخرى ويصنع منها منتجات جديدة، وهذا يوفر من الموارد. وكذلك إعادة الاستخدام، ومعناه استخدام الشيء أكثر من مرة. فاستخدام الشيء أكثر من مرة، مثال لو أنا عندي علبة زينتها ولونتها واستخدمتها كسلة إلى جانب المكتب عندي، أو لو إنها صغيرة كعلبة أقلام على المكتب عندي، أو حصالة لجمع النقود،
وهكذا بإعادة الاستخدام والترشيد والتدوير، كلها قوانين ثلاثة هدفها حماية البيئة والحفاظ على الموارد. وهناك طرق أخرى لحماية البيئة، منها التشجير، وهي معناها زراعة الأشجار في الأماكن التي لا يوجد بها أشجار. مثلا واحد في الصحراء أو في البر وعنده مزرعة، يقوم بوضع أشجار خارج المزرعة لتكون مثل سور يحمي المزرعة من العواصف الترابية والعواصف الرملية، لأن الأشجار تنقل الجو وتعمل على صد الرمال وتمنعها من الدخول إلى المزارع، وكذلك تعمل على تنقية الجو. فالأماكن التي يوجد فيها أشجار نجد أنها مليئة بغاز الأكسجين والهواء فيها منعش. كما تساهم جذور النباتات كما تحدثنا في السابق على الحفاظ على التربة وتحميها من السيول ومن الانجراف. إذن فزراعة الأشجار تجعلنا نحصل على بيئة صحية. إذن عندنا الترشيد والتدوير وإعادة الاستخدام. عندنا هنا مثال على إعادة استخدام القارورة الفارغة وصنع منها جدار في أحد البيوت. ومع مراجعة الدرس والسؤال الرابع، أي مما يأتي يضر البيئة التي نعيش فيها؟ طبعا رمي النباتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.